اختتم نادي إبداع الكرك فعاليات مشروع بالفن نسمو في حفل موسيقي أقيم في مركز الثقافة الملكي وبالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان وبرعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ نبيه شقم. اليوم نحتفل نادي الإبداع الكرك بالتعاون مع مؤسسة شومان بالحفل الختامي لمشروع بالفن نسمو. هذا المشروع الذي تضمن تعليم الموسيقى والفن التشكيلي، واليوم جئنا من الكرك لنغني للوطن، لنغني لشمس الأردن وتراب الأردن وأرض الأردن، ونغني لقائد الوطن. 58 عازف ومؤدي أنشدوا للوطن في هذا المساء، وكذلك ما يزيد عن 100 لوحة تشكيلية تم عرضها اليوم، وكثير من الفنانين لم يكونوا يستطيعوا أن يرسموا خط واحد قبل أن يدخلوا إلى النادي. نادي الإبداع هو حاضنة لرعاية المبدعين والإبداع بكافة أشكاله. لقد حظي نادي الإبداع باعتراف عالمي وتصنيفات عالمية لأننا نعمل بالمعايير الدولية. كنادي إبداع بنهتم بالشباب، وإحنا عنا حاضنة نهتم بكل إبداعات الشباب، وكثير إنه بنهتم بموضوع الموسيقى والفن التشكيلي، لأنه هاي الذائقة الموسيقية والفن التشكيلي بتعمل يعني بيكونوا يعني تعكس على الشخصية الشباب بطريقة مختلفة. شبابنا كتير عندهم إبداعات، بس بدهم المكان المناسب لهاي الإبداعات، وهاي هاي الأمسيات وهاي اللقاءات بترجعنا لزمان، لاهتماماتنا بهذا المسرح وأهميته، وهذا الاهتمام بسواء بالمواطنة من خلال هاي الأغاني الوطنية أو التراثية اللي بحس أحاسيس جميلة للشباب وهم بيغنوها. شمل الحفل على افتتاح معرض الفن التشكيلي اللي ضم أكثر من 120 لوحة مختلفة المواضيع كنتاج للدورات، وقدمت فرقة كورال النادي فقرة موسيقية غنائية بعد تدريبات استمرت لمدة سنة ضمن المشروع. يذكر أن العرض الأول كان في مدينة الكرك والعرض الثاني في مدينة معان. هذا المشروع من المشاريع الرئيسية اللي نفذها النادي ضمن العديد من المشاريع اللي بتتماشى مع رؤية ورسالة النادي. سارة أبو السعود، رؤيا.